maybe Conti Douali. سي مارون محافظ تجي يا معلومات تاريخيه السعوديه. لا 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 اذا شكرا بعدا على الوجود ديالكم معنا اليوم في هذا المكان التاريخي واللي بالطبع كيشكل واحد القيمه تاريخيه وعلميه مهمه بالنسبه للمغرب وبالنسبه للمغاربه. وبالطبع حضورنا اليوم في المقابر السعوديه هي الا تاكيد على ان وزاره الثقافه بالطبع كتهتم بجميع المآثر، والفكره هو اليوم كيفاش نقدروا نزيدوا يعني نجودوا الخدمات اللي كيقدم هاد المآثر التاريخيه هنا في مدينه مراكش. كنعرفوا بان مدينه مراكش عندها واحد الدور اساسي في المجال السياحي ديال المملكه المغربيه، وبان اليوم استراتيجيه ديال السياحه مبنيه على التراث الوطني وتاريخ المملكه المغربيه. فلهذا اليوم جينا مع مجموعه ديال الاطر ديال الوزاره باش مره اخرى نشوفوا واش هاد المآثر تحترم يعني المعايير الوطنيه والدوليه في مجال ديال الترميم، وبالطبع في نفس الوقت نشوفوا الامكانيات اللي يمكن لها تقدم الوزاره في هذا المجال. كان كذلك هناك يعني بعد قليل زياره وتعريف بتاريخ ديال واحد المدينه عتيقه لغير ما معروفاش يعني حقها، مازال ما عطيناهاش حقها، هي مدينه أغمات. وهذه المدينه اللي اليوم بهذا الاكتشاف الاركيولوجي، وهنا مره اخرى نركز على ان الدور اللي كيلعبوه الاركيولوجيين والتاريخ يعني المؤرخين في هذا المجال هو ضروري جدا، لان هي مدينه عتيقه كمجموعه ديال المدن العتيقه اللي كتعرفها المملكه المغربيه، ولعبت واحد الدور تاريخي في تاريخ المملكه المغربيه. ونفتخر بهذا العمل اللي قاموا به وهذا التعريف اللي غيخلينا نزيدوا أكدوا على الدور اللي لعبوا المغرب انذاك في 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 تاريخ المنطقه، الى خفت نقول في تاريخ العالم، لان العالم كان يعني لو سونتر ديالو جا في يعني في هذه المنطقه العربيه الاسبانيه انذاك. وبالطبع المغرب كان لديه واحد الدور كبير، حتى ان هذا الاكتشاف خلى الباحثين والمؤرخين يذكروا بان لاموني يعني كان المغربي انذاك كان بحال الدولار، بحال المفهوم ديال الدولار اليوم، وهذا كيبين على الدور اللي كان كيلعبوا المغرب في المنطقه. بالنسبه لوزاره الثقافه مره اخرى الهدف هو يعني يدار واحد يدار استثمار في هذا المكان باش نعرفوه، باش يجيو مره اخرى السياح يزوروه ويشوفوا انذاك كيفاش كانوا كيعيشوا جدودنا واللي خلونا في الاخير هذا المغرب اللي كنعيشوا فيه اليوم. لان دائما كنقولوا الا بغينا نبنيو مغرب المستقبل ومغرب الغد لابد نزيدوا نعرفوا الماضي ديالنا والتاريخ ديالنا. وعبر هذه الاكتشافات راه كيف ما شفتوا قبيله تكلمنا على زليج، تكلمنا على مجموعه ديال الاشياء اللي ما بغيتش يكون هو بصفه جواب لما يقوله هنا وهناك، ولكن مره اخرى العلم والتاريخ هو اللي كيشهد ما قامت به هذه المملكه في تاريخ هذه المنطقه. شكرا.